إيساو تاكاهاتا، أحد أهم مخرجي الرسوم المتحركة في العالم، والمساهم الثاني في إنشاء استديو جيبلي ذو اللمسة الفريدة والساحرة والمتكاملة في فنون الرسوم المتحركة. أكيد تعرفون أعماله، قدم للجمهور ألبس نو شوجو هايدي وأكاغينو أن اللي دبلج للعالم العربي باسم شمة في البراري، وكذلك شارك في إخراج عدنان ولينا، وقدم غيرهم الكثير من الأعمال التي حصدت جوائز عالمية واحترام كبير من قبل الجمهور. يتميز هذا المخرج، أو من لمساته المعروفة في الرسوم المتحركة، هي القدرة العالية على بناء الحوار بين الشخصيات وخلق أجواء واقعية متناهية بالدقة، ثم كسرها متى شاء بالخيال المناسب اللي يدعم بشكل مجازي مغزى ما سبق من واقعية. وأيضا حبه في إطالة زمن الأفلام اللي ينتجها. الرجل خدم فوق 40 سنة في عالم الرسوم المتحركة، والآن نحن في صدد عمله الأخير والذي ختم فيه مشواره الفني، وآن له أن يستريح بعدما ناهز عمر 80. فلنبدأ سوية يا أعزائي بتقييم فيلم The Tale of Princess Kaguya. حياكم الله تعالى في كوكب باء 612 Planet B612. في كل أسبوع أقوم بتقييم فيلم أو مسلسل ورفعه على قناتي هذه، فتابعونا. يحكى أن رجل صالح يملك خلف منزله حقل من أشجار الخيزران، وهي مصدر دخله المتواضع الذي يحميه وزوجته الوحيدين من الفقر ويبقي حياتهما بسيطة ومتواضعة. يوما ما يفاجأ أثناء تقطيع جذوع تلك الأشجار أن بداخل أحدها طفلة في منتهى الجمال والقداسة. هذه الطفلة سوف تغير حياته وحياة زوجته تماما وإلى الأبد، ونشاهد قصتها مع هذه العائلة حتى النهاية. هذه القصة تعد من الموروثات القصصية اليابانية. ظاهرها ستريت فورورد وبسيط، لكن ما ستحمل في طياتها جدا معبر ومؤثر وهادف. هذا طبعا إلى جانب الإثارة والكيوتنس اللي يكسو كل أرجاء القصة. السكريبت يمشي بشكل زمني تدريجي وهادئ، يستفز فيه الكاتب نفسية المشاهد للتفكر والتأمل. الحوار كما هو متوقع جدا حي وواقعي وممتعة متابعته. الشخصيات متكاملة البناء، والمواقف والأحداث اللي تصير معهم متغايرة وكثيرة. هنالك فقط أمور في الربع الأخير من السكريبت تركها الكاتب دون توضيح كافي، ولا يوجد عذر له، لأن زمن الفيلم حوالي 2 ساعة، والتوضيح اللي المشاهد بحاجته يمضي يوضع في 30 ثانية. السكريبت والستوري ديفلوبمنت مطبوخ على نار هادية وبعناية مبهرة. اللي بيصبر بيذوق أحلى وجبة، واللي مستعجل سيبحث عن وجبة سريعة في مكان آخر غير هذا الفيلم. الإخراج متناسق مع ماهية القصة، بحيث أن البرولوج كأنه فيلم من زمن 50s، وطريقة العرض كلاسيكية وتعتمد على المدرسة الفنية القديمة اللي من أسلوبها ثبات الكاميرا تماما والاعتماد على حركة الأشياء في محيط تصويرها، أو عند الرغبة بالانتقال من زاوية تصوير إلى أخرى، فكل الكاميرات تكون ثابتة. هذا يا جماعة الخير هو الأسلوب الأصيل لفن السينماتوغرافي، اللي ما يعبث بكيفية مشاهدتك للأحداث، ولا يعمل تمويه عليها ولا دعم ومساعدة مثل الأسلوب الحديث. طبعا الأسلوب الحديث مسيء أبدا، بالعكس، لكن كلما زاد في سرعة تحريك الكاميرا كلما ضعفت المصداقية الإخراجية. ركزوا أني قلت المصداقية الإخراجية وليس المصداقية القصصية. فيلم برنسس كاغويا مثالي في المصداقية الإخراجية، ويستحق أن يضرب فيه المثل للزمن الحالي في إنتاج الأفلام. ومع أن المخرج تاكاهاتا اتخذ الأسلوب الكلاسيكي، إلا أنه بدون سابق إنذار يضيف عناصر أخرى مبتكرة من فنون خارج نطاق السينماتوغرافي، وتدخل في نطاق فن البابتير مثلا، وفن الكتب القصصية الخفيفة للأطفال. طبعا هذا أسلوب في الإخراج صعب ويبتعد عنه أغلب المخرجين، لأن احتمال الخطأ فيه وارد بشكل كبير. ثانيا متعب، لأنه كل شيء واضح أمام عين المشاهد دون أي تورية. بالنسبة لأداء الممثلين اليابانيين فهو كله يدخل في نطاق الامتياز، وكلهم متناغمين مع بعضهم في الجودة، هارموني ونفس واحد.
الرسوم المتحركة تتشكل على حسب المواقف القصصية، بحيث دائما تكون معبرة بتفوق عن كل جزئية قصصية، فتجدها هادئة ولطيفة عند المواقف السعيدة مثلا، وشرسة جدا ووايلد عند مشاهد الغضب مثلا، ومحلقة عند مشاهد الأحلام وهكذا. رسم الخلفيات مخيف من شدة دقته، وأن كل لقطة تقريبا عبارة عن تحفة فنية بحد ذاتها، وتدخلك في أجواء القصة بامتياز. رسوم الشخصيات متناسقة تماما مع نوع الشخصية والانعكاسات القصصية من أحداث اللي تمر عليها. أكثر شيء شد إعجابي هو التسلسل الزمني على الشخصية الرئيسية، بحيث أنها في كل عمر تتغير ولكن في نطاق عجيب من الواقعية والإبداع. طيب، هذا الشيء موجود في أفلام كثيرة صحيح، لكن الفرق أن أغلب الأفلام تغير شكل الشخصية لما يكون الفارق الزمني بينهم واسع وواضح، وبكذا يسهل تغيير ملامحها إما في التكبير أو التصغير. لكن فيلم The Tale of Princess Kaguya يبالغ بالفن بأنه يجيب حتى الفرق السنوي اللي عادة صعب ملاحظته على الإنسان، خصوصا لما يكون من عمر مثلا 14-15، هذا شيء جدا صعب. الموسيقى والمؤثرات تلعب دور داعم ومشارك في القصة، وفكرة وجود راوي للقصة أيضا يدعم تكامل روح الفولكلور القصصي. النقطة السلبية الواضحة هو طول الفيلم، حوالي ساعتين، أراها شوي طويلة على نوع القصة، وكان بالإمكان تقصيرها دون تخريب أي شيء من جمال الفيلم. خلاصة، هذا الفيلم بطريقة عرضه الفنية الساحرة وخروجه عن ما اعتاد عليه الجمهور من أنميات جنك، يقودني بأن هنالك شريحة من محبي الرسوم المتحركة لن تقبله، ويا للأسف، إلا عندما تتسع مداركهم في الفن. أما من يستطيع التعاطي مع نوعية الرسوم هنا فهو في صدد أفضل ما أنتج من رسوم متحركة، فالفيلم يجسد مدرسة متحركة لكل من لديه حس فني في أي مجال في الحياة. ماستربيس بكل تأكيد، ومفخرة أن يكون آخر ما ينتجه إيساو تاكاهاتا في حياته الفنية.